الطوماطيش على الطريقة الجزائرية. واش فيه المقادير؟ فيه اللحم، فيه الطوماطيش تكون طايبة لحمها، تكون بصل وحميصة، فيه عكري وراس الحانوت، هادو عقاقير مخلطين، وطماطم تاع اون بواط وملح. نبداو على بركة الله، نحطو الزيت هكذا في الكوكوطة تاعنا، نحطو كمية من اللحم، اللحم على حسب الأفراد العائلة هكذا، نزيدو البصل نقطعوه هكذا هكذا، شوف كيفاش يتقطع هكذا، نزيدو له راس الحانوت، نزيدو العكري اللي هي البابريكا حلوة، وكاين حار اللي يحب يدير حار يدير حار، نزيدو له قليل من الملح، نزيدو له طماطم معلبة ونقليه، نقليه مليح قبل اللحم مع البصل، حتى اللحم تاعنا يتواسى. ومن جهة ناخذ البطاطا تاعنا، نلاقوها بالحمص والطماطيش، ناخذ البطاطا تكون صغيرة كيما هذه خياتي، نديرو فيها الماء والملح ونخليوها تغلي، ومن بعد كي تغلي نحيو لها القشر تاعها ونوريكم كيف نقليوها. ما دخلت هاتي، شوفوا وسينا هذاك اللحم، قليناه مليح مليح، ونخليوه على نار قليله باش مليح يتقلى. ناخذوا الحمص تاعنا نص طياب هكا او نص طايب، نزيدو هنا فوق الطبقه تاعنا، ونزيدو طماطم. الطماطم هي الصح في هذا الطبق، وهكا تكون طماطم طايبه من الحمراء من المليح، ماشي الخضره تاع السلطه، نواسيوها بالماء السخن شويه هكا، ثم نغطيو الوسوه تاعنا هكذا ونغلقوا عليها، ومن بعد نوريها لكم في صحن التقديم. الطماطيش على الطريقه الجزائريه، واش فيه المقادير؟ فيه اللحم، فيه الطماطيش تكون طايبه لحمها، تكون بصل وحميصه، فيه عكري وراس الحانوت، هادو عقاقير مخلطين، وطماطم تاع اون بواط وملح. نبداو على بركه الله، نحطو الزيت هكذا في الكوكوطة تاعنا، نحطو كمية من اللحم، اللحم على حسب الأفراد العائلة هكذا، نزيدو البصل نقطعوه هكذا هكذا، شوف كيفاش يتقطع هكذا، نزيدو له راس الحانوت، نزيدو العكري اللي هي البابريكا حلوة، وكاين حار اللي يحب يدير حار يدير حار، نزيدو له قليل من الملح، نزيدو له طماطم معلبة ونقليه، نقليه مليح قبل اللحم مع البصل، حتى اللحم تاعنا يتواسى. ومن جهة ناخذ البطاطا تاعنا، نلاقوها بالحمص والطماطيش، ناخذ البطاطا تكون صغيرة كيما هذه خياتي، نديرو فيها الماء والملح ونخليوها تغلي، ومن بعد كي تغلي نحيو لها القشر تاعها ونوريكم كيف نقليوها.
ماذا خواتاتي؟ شوفوا وسينا هذاك اللحم، قليناه مليح مليح ونخليوه على نار قليله حتى مليح يتقلى. ناخذوا الحمص تاعنا نص طيب هكا او نص طايب، نزيدو هنا الفون الطبقه تاعنا، ونزيدو طماطم. الطماطم هي الصح في هذه في هذا الطبق. ايوا هكا تكون طماطم طايبه من الحمراء من مليح، ماشي الخضره تاع السلطه. نواسيوها بالماء السخن شويه هكا، ثم نغطيو الوسمو تاعنا هكذا ونغلقوا عليها، ومن بعد نوريها لكم في صحن التقديم. شوفوا هذيك البطاطا اللي غليناها في الماء والملح كانت هكا والقشره. ها ناخذ الموس وهكا يعني عرش، شوف كي دخل الموس هكا في الحبه معناتها عطابت هكذا. نوريكم هكذا، ها قشروها هكذا، نحيو كاع القشره تاعها بعد ما طيبناها في الماء والملح. ناخذ شويه ملح هكا، نسير هكا شويه برك شويه في الملح، نبداو نحطوها في زيت سخونه. نخليوها هكا ولا شويه، هي ديجا طايبه في الماء والملح، نخليها ندوروها هكا هكا تتحمر لنا برك شويه، غير جهد ما تتحمر نحيوها، ماهيش كيما البطاطا المقليه، هي ديجا طايبة وتجي هادية هايلة، هادي عيطو لها بطاطا صوتي هادي. ومن بعد نوريكم صحن التقديم هي والحمص والطماطيش كيفاه جاوا. شوفوا خواتاتي خاوتي، شوفوا ها هي الحمص والطماطيش، شوف كيفاه جاتنا، تجي مجمرة شابة، اللي يحب يدير الحار يدير الحار. وهاي بطاطا صوتي، واش نزيدو فوقها؟ نضيعو غير حبة البطاطا الصغيرة ماشي الكبيرة، نديرو لها شويه بصل، بصل يكون اخضر تجي بنينه هايده، نديرو لها سيوها وجربوها تشوف واش تجي هايده هكذا. نديرو شويه بصل وفوقها شويه معدنوس، البصل اخضر كنصور لها شويه هكا، وشوفوا سيوها جربوها على الطريقه الجزائريه، جربوها وردوا لي خبر واش هي طيبه. وبصحتكم صحتي، ودعموني وفعلوا الجرس وما تنساونيش يصلكم كل جديد. أيا بالسلامة خيرتي خواتاتي.